النهاردة هدفنا من الملتقى ان احنا نحتوي الشباب. احنا شعار الحزب هنا كلنا نعمل من اجل خدمة الوطن والمواطنين. الشباب احنا فكرنا ان في شباب كتير الفترة الاخيرة ديت بدل ما هي مش لاقيه شغل، بدل ما هي قاعده على القهاوي، بدل ما تفكيرها يروح، ففكرنا ان احنا نساعدهم لان هو ده شعار الحزب. فباذن الله النهارده كان في شركتين كبار، شركه امريكانا ومؤسسه عمال مصر، وقدرنا نوفر لنسبه كبيره من الشباب فرص عمل، وباذن الله بنوعدهم بملتقى توظيفي اخر يوم السبت القادم هيكون فيه 12 شركه. واحنا دايما ايدنا في ايدين الشباب، وعايزين اكتوبر تبقى خاليه من العماله، خاليه من البطاله، عايزين القهوه تبقى خاليه، عايزين الناس كلها تشتغل. هو ده هدفنا ان شاء الله. هو بصراحة احنا عاملين بروتوكول مع اكثر من شركة، وان شاء الله الشباب طالما احنا في الملتقى بتاعنا بدون ابلكيشن مجانا. في شركات انت عارف ان هي بتبقى لازم تملى ابلكيشن بفلوس، احنا الابلكيشن بتاعنا فري. بندور على الشركه اللي احنا نجيبها لازم يكون فيها تامين جيد للشاب اللي جاي يقدم على العمل. اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا مش نوظف نودي الشاب يشتغل في المصنع او في الشركه ونسيبه. احنا بنتابع معاه، نشوف اي مشكله قابلته، لو في مشكله في شركه معينه ممكن نحوله من الشركه دي لشركه اخرى، وبنتابع معاهم على تواصل معاهم، لاننا زي ما قلت لحضرتك ان احنا اهم حاجه عندنا التواصل مع الشباب ونشوف فكرهم ورايهم. وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله بنوعد في المرحله القادمه ان احنا هنعمل ايفنتات وندوات توعيه عن التعديلات الدستوريه، ولازم نعرف الشباب ان في حدث كبير قادم، لازم ما يعديش كده، لازم نوعي الشباب ان هي تنزل تشارك ان شاء الله. شكرا لحضرتك.